لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في قوله إنهم أي الصحابة سموا بني حنيفة مرتدين لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر، يقول فهذا من أظهر الكذب وأبيانه، فإنه إنما قاتل بني حنيفة لكونهم آمنوا بمسيلمة الكذاب واعتقدوا نبوته، وأما مانع الزكاة فكانوا قوما آخرين غير بني حنيفة، وهؤلاء قد وقع لبعض الصحابة شبهة في جواز قتالهم، أما بنو حنيفة فلم يتوقف أحد في وجوب قتالهم، في إجماع على أن بني حنيفة الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب مرتدون، الإجماع على ختم النبوة لا نزاع فيه بين المسلمين، وأن من ادعى نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر مرتد. أما مانع الزكاة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر ألم يقل إلا بحقها، فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهؤلاء لم يقاتلوهم لكونهم لم يؤدوها إلى الصديق، فإنهم لو أعطوها بأنفسهم لمستحقيها ولم يؤدوها إليه لم يقاتلهم، هذا قول جمهور العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما. جمهور هذا يقول عن الجمهور، لكن الصحيح أن الإمام العدل إذا طلب أن يأخذ زكاة الأموال الظاهرة فليس لأحد أن يمنعه، وإن منعته طائفة وامتنعت ببعضها وقاتلت على ذلك فإن الإمام يقاتلها حتى يؤدوا إليه الزكاة، وظاهر الحديث والله لو منعوني عناقا أو عقالا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام هو الذي من حقه أن يجمع زكاة الأموال الظاهرة اللي هي الإيه؟ اللي هي الزروع والثمار والبهائم، أما الأموال الباطنة فللناس أن يؤدوها، عليهم أن يؤدوها بأنفسهم، ولا يحصي الإمام على أحد زكاة مال باطن اللي هو الذهب والفضة والأموال، ولذلك لا يقاتل على تركها. ويعني هذا الذي دل عليه فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي عليه أكثر المذاهب، وهو أن الإمام من حقه أن يجمع الزكاة وأن يفرقها بنفسه، فإن امتنع أحد وقاتل قاتله الإمام، ولكن القتال عندهم على ذلك قتال بغاة. قال وقالوا إذا قالوا نحن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام لم يكن له قتالهم، فإن الصديق رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على طاعته ولا ألزم أحدا بمبايعته، ولهذا لما تخلف عن بيعته سعد لم يكرهه على ذلك. هذا الكلام فيه نظر، فإن الإمام له أن يقاتل من أبى بيعته بعد ثبوتها، إذا كانوا أحدا
فإما أن يعاقبهم وإما أن يتركهم لعدم ضررهم، وإما وإذا رأى أن يمهلهم كما فعل أبو بكر أمهلهم طالما كانوا في الطاعة. وأما علي رضي الله عنه فقاتل معاوية إذ امتنع من بيعته ومن طاعته، ببيعة عامة أهل الحل والعقد، أكثر أهل الحل والعقد، لا يلزم إجماعهم ولكن تكفي بيعة أكثرهم. فإذا بايعه أكثر أهل الحل والعقد وثبتت بيعته وإمامته فإنه له أن يقاتل عليها من أبى ذلك حتى تجتمع الكلمة، وليس لأحد أن يقول لن أبايعه ولن أطيعه وليس له أن يقاتلني، ليس هذا بصحيح، له أن يقاتله على حق واجب شرعا، لأنه بتركه طاعة الإمام العدل خرج عن الطاعة وثبت له حكم البغي. فقول القائل طب نقول بقى، طيب هو كنا واضح جدا ابن تيمية رحمه الله تكلم على قتال مانع الزكاة لأجل منعهم الزكاة مطلقا، مع أن هذا فيه نظر، فإن وإنهم طوائف منعت أن تدفعها لأبي بكر ولم تمنعها مطلقا، ومنهم طوائف تأولوا أن الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، وبعضهم يعني منعها ولم يعني يكن يعني يذكر شيء، إنما منعها امتناع خاص. ويروى أن بعضهم فرقها في قومه، وكل هؤلاء سموا مانعي الزكاة، ما حكمهم؟ عند جمهور العلماء هم أهل بغي، وعند شيخ الإسلام يجعلهم طائفة ممتنعة، قتالهم يختلف عن قتال البغاة الخارجين عن الطاعة، وأيضا يختلف عن قتال المرتدين. أيوة نعم، هم محدش بيكفرهم، أقصد مش مع فيه، هناك من يرى تكفيرهم نعم، ولكن بنقول إن هؤلاء يقاتلون جميعا، يا إما قتال بغاة يا إما قتال طائفة ممتنعة عن شعيرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة. مش يبين لهم الأول القتال؟ ما هو بين لهم أبو بكر رضي الله عنه، مبين لعمر وأرسل الناس إن الزكاة من إيه؟ من حق لا إله إلا الله، فإن الزكاة حق المال، فبين إن الرسول قال إلا بحقها، مش إن هو يقول لا إله إلا الله ويمتنع، والزكاة من حقها بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يأخذها من الناس ويوجبها على الناس. قول القائل سموا بني حنيفة أهل الردة لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته من أظهر الكذب والفرية، إن بنو حنيفة كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه خاتم الرسل. قال وكذلك قوله إن عمر أنكر قتال بني حنيفة، عمر لم ينكر قتال بني حنيفة، وإنما وقعت له شبهة في قتال مانعي الزكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن الزكاة حق من حقها، فلذلك قال أبو بكر احتجا عليه بالحديث إلا بحقها، فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق. إلا بحقها، حق لا إله إلا الله، فإذا قالوها إلا بحقها، حق هذه الكلمة التزام الشرائع. وأما قوله لم يسموا من استحل دماء المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين مرتدا، مع أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي حربي حربك وسلمك وحربك حربي وسلمك سلمي، ومحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالإجماع، إجرام والله وكذب وزور. فيقال في الجواب أولا دعواهم أنهم سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه كذب عليهم، فمن الذي نقل عنهم أنهم سمعوا ذلك؟ هذا الحديث ليس في شيء من كتب علماء الحديث المعروفة،
ولا روي بإسناد معروف، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجب أن يكونوا قد سمعوه، فإنه لم يسمع كل منهم كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا روي بإسناد معروف؟ بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم بالحديث؟ ليا علي حربك حربي وسلمك سلمي، يعني ده بيحتج بيه على تكفير مين؟ تكفير طلحة والزبير، بل يحتجون بأنهم عندما اغتصبوا الخلافة صاروا حربا لعلي، فيكفرون أبا بكر وعمر وإيه وعثمان. طبعا ده من الضلال المبين. علي رضي الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان رأيا رأيه. روى أبو داود في سننه عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكنه رأي رأيته. هذا الأمر هل يقصد به لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لم يقل لعلي سيخرج عليك فلان وفلان فقاتلهم، وإنما رأي رآه بلا دليل أم مبنيا على دليل؟ كان مبنيا على دليل، وهو قول الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج مارقة أو تمرق مارقة على حين في فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال تقتل عمارا فئة باغية. دي من أقوى الأدلة على أن رأي علي رضي الله عنه كان مبنيا على أدلة وعمومات صريحة واضحة في الكتاب والسنة، وعلى يعني قرائن قوية أنه هو المقصود بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج وفي شأن قتل عمار. لذلك نقول أن علي رضي الله عنه قاتل من قتله يوم الجمل وصفين قتالا مشروعا. يوم الجمل لم يكونوا يريدون القتال، وإنما أنشب القتال طائفة من المجرمين الذين يريدون تفريق الصحابة فاستمروا في القتال، وقاتل علي رضي الله عنه لأن من خالفه متعد قد بغى عليه، كما قال للزبير أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فترك القتال فورا. وهذا يدلنا الحمد لله على أن من خالف علي رضي الله عنه كان مخطئا فيما فعل. أما صفين فكان القتال ظاهرا جدا، يعني علي قاصد للقتال مريد للقتال. لماذا؟ لأن معاوية خرج عن طاعته وقد ثبتت بيعته ببيعة أهل الحل والعقد من الصحابة، فليس لمعاوية أن يستقل بالشام وأن لا ينفذ فيه أمر علي رضي الله عنه. إن ابن تيمية مذهبه في مسألة قتال جمع صفين إن الأفضل ترك القتال، وإن الاثنين مخطئتين، وإن المصيب هم الطائفة التي تركت القتال. والصحيح أو الصواب أن عليا هو المصيب، وأن من خالفه من الطائفتين مخطئ. من الطائفتين اللي امتنعوا من القتال خالص زي سعد وأسامة وابن عمر، وبين الذين قاتلوه كمعاوية وعبد الله وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومن معهم، طائفة من الصحابة أيضا. والمسائل دي مسائل المجتهد فيها له أجران، والمخطئ فيها له أجر واحد وخطأه مغفور. ولذلك كان يصلي على قتل الطائفتين، وعلي رضي الله عنه هو الذي لم يكفر من قتله. هو يقوله لم يسموا من قتل أمير المؤمنين مرتدين، طبعا
لعب بالالفاظ، يقول لك سموا بنو حنيفه مرتدين عشان منعوا الزكاه ومش عايزين يدفعوها لابي بكر، وما منعهاش خالص، مش عايزين يدفع له هو عشان ما اعتقدوش امامته، واللي ما اعتقدوش امامه عليه ما سموهمش مرتدين. لا ده كلام باطل قطعا، لان الصحابه ما سموش بني حنيفه مرتدين من اجل ذلك، بل لاجل ايه؟ لاجل ايمانهم بمسيلمه. وعلي رضي الله عنه هو الذي لم يسمي من قتله ايه؟ مرتدا، لان في فرق بين الامرين. وقتال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كقتال بعض اصحابه ولو كان من الخلفاء الراشدين. ولذلك علي بن ابي طالب هل حكم بالكفر على من قتل عثمان؟ لم يحكم بالكفر، وان كانوا ظلم مجرمين، ولا شك انهم يعني أسوأ بكثير من معاوية رضي الله عنه، فضلا عن طلحة والزبير، بل لا مقارنة بين أحد منهم وبين طلحة والزبير. لذلك نقول أن هذا الأمر لا يصح أن يقال فيه بالتكفير، لا في قتال علي ولا في قتال من هو أفضل منه أو قتله عثمان رضي الله عنه. قال ولو كان محارب علي محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا لكان علي يسير فيهم السيرة في المرتدين. وقد تواتر عن علي يوم الجمل لما قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالا ولا سبى لهم ذرية، وأمر مناديه ينادي في عسكره أن لا يتبع لهم مدبر، يعني اللي بيسيب المعركة لا يجوز أن يتبع، يترك. ولذلك كان قاتل ابن صفية في النار، قاتل الزبير في النار، وقاتل طلحة كذلك. ليه؟ لأنهم تركوهم وقد تركوا القتال وقد أدبروا، إذن لا يجوز قتلهم. فمن قتلهم كان إيه؟ ظالما، كان يعني قاتلا بظلم لهوى. قال أن لا يتبع له مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا تغنم أموالهم، وهذا متفق عليه أن أهل البغي لا تغنم أموالهم. اللي فيهم خلاف الخوارج ومانع الزكاة، هل تغنم أموالهم أم لا؟ ولا يكاد يوجد الآن من يقول تسبى لهم ذرية، يعني مانع الزكاة في طائفة من أهل العلم تقول بالردة لمن قاتل على منع الزكاة، زي رواية عن الإمام أحمد إن الطائفة المقاتلة على منع الزكاة تكون مرتدة، ولكن هذا خلاف جمهور أهل العلم. وكذا هناك طائفة من أهل الحديث يقولون بردة الخوارج وأنهم يقاتلون كالمرتدين، وهذا أيضا خلاف جماهير أهل العلم. ولذلك لا، ومن يقول بأنهم مرتدون يقول لا تسبى لهم نساء ولا ذرية، لأنهم الأولاد ولد مسلمين أحرارا فلا يجوز استرقاقهم، والذرية والنساء إن كنا مرتدات فيكن يعاملن معاملة المرتدات، تقتل المرأة المرتدة، وإن لم يكن مرتدات وهذا هو الصواب فلا يجوز سبيهن. إذن لا تسبى لهم ذرية، هذا أمر قد وقع الاتفاق عليه. ثم علي سبى من بني حنيفة، نعم وقع في زمن أبي بكر رضي الله عنه أن استرقوا سبي المرتدين، ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتدة لا تسبى. من قال تحبس حتى تموت كأبي حنيفة أو قال تقتل كجمهور العلماء، لأن حكم الردة كالرجل فيه كالمرأة، وانعقد اتفاقهم إلا شذوذا غير معتبر على أن المرتدة لا تسبى. لكن قد وقع الأمر الأول باجتهاد، ولذا كانت الحنفية والدة محمد المشهور اللي هو محمد بن علي المشهور محمد بن الحنفية، كانت والدته من سبي بني حنيفة. ويمكن أن يقال أنها وقعت في الأسر ولم تقتل بعد، ثم أسلمت ورجعت إلى الإسلام، ولذلك يقع السبي عليها إذ أنها أسلمت بعد أن وقعت في السهام.
وهذا وجه ليس خلاف الإجماع، يعني ممكن يقولوا بكبي ان يكون في النساء يقعن مرتدات يقعن في الأسر، فقبل ان يعني حتى على وجه من يقول تقتل فيقول أسلمت في هذه الحالة فسقط عنها القتل ويسقط عنها السبي، فهذا فيه احتمال. لكن لم يثبت بدليل صحيح أن الصحابة سبوا من أموال مانع الزكاة من ذريتي ونساء مانع الزكاة ولا أنهم غنموا أموالهم. ليس عند أحد نقل صحيح بحديث صحيح أن مانع الزكاة غنمت أموالهم أو سبيت نساؤهم وضرارهم. قال ولو كانوا عنده مرتدين لما أهل الجمل لأجهز على جريحهم واتبع مدبرهم وكانت عائشة فيهم، فإن قلتم إنها ليست أمنا كفرتم بكتاب الله، وإن قلتم هي أمنا واستحللتم وطأها كفرتم بكتاب الله. ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والنكاح ده يشمل بالأشد بقى استرقاقهم. يعني حد يقول الخوارج من ضمن ضلال الخوارج أنهم قالوا إيه؟ أنك قاتلت ولم تغنم ولم تسبي، فقال أتسبون أمكم؟ لو قالوا مش أمهم يبقوا كفروا، ولو قالوا أنا سبيها كفروا برضه، لأن هيكذب القرآن. وإن قلتم هي أمنا واستحللتم وطأها كفرتم بكتاب الله، وإن كان أولئك مرتدين وقد نزل الحسن عن أمر المسلمين وقد وسلمه إلى كافر مرتد. يا سبحان، أعجب حاجة لا يوجد عليها رد عند الرافضة تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه ومعه كتائب أمثال الجبال، ما ينفعش فيها تقيا، مع مقاتلين لا حصر لهم لا يحصوا. عن أمر الخلافة لمين؟ أنتوا بتقولوا على معاوية قاتل عليا وهو إيه؟ مرتد. يبقى الحسن بيتنازل عن أمر المسلمين وعن الخلافة إلى مرتد؟ أعوذ بالله. إن كان أولئك مرتدين وقد نزل حسن أمر المسلمين وسلمه إلى كافر مرتد، كان المعصوم عندهم قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين، وليس هذا من فعل المؤمنين فضلا عن المعصومين. وأيضا فإن كان أولئك مرتدين والمؤمنون أصحاب عليه لكان الكفار المرتدون منتصرين على المؤمنين دائما، لأن الأمر كان في النهاية ظهور لمين؟ لمعاوية. والله تعالى يقول في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبغي. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية ولم يقل الكافرة. هذه الأحاديث صحيحة عند أهل العلم بالحديث مروية بأسانيد متنوعة لم يأخذ بعضهم عن بعض، وهذا مما يوجب العلم بمضمونها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفتين المفترقتين مسلمتان، ومدح من أصلح الله به بينهما. وقد أخبر أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين الحق، لما علي رضي عنه قتل الخوارج. ثم يقال للرافضة، هؤلاء الرافضة، لو قالت لكم النواصب علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا
يضرب بعضكم رقاب بعض فيكون عليا كافرا لذلك لم تكن حجتكم اقوى من حجتهم. يعني انتم مش هتعرفوا تردوا عليهم الا لو ايه، لو ذكرتم ان هذا انما كان باجتهاد ولم يستحل قتال المسلمين الا لانه راى انهم ايه اهل بغي، والاخرون لهم اجتهادهم الخطأ نعم لكن ليس كفرا. يقول لان الاحاديث التي احتجوا بها صحيحة. وايضا فيقولون قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو في الارض والفساد، وهذا حال فرعون، والله تعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عايزون أن قتال علي على خلافته علو وفساد، نعوذ بالله، كلام طبعا ضلال مبين لا يجوز أن يقال ذلك. عايز يلزمه أن أنتم تعرفوش هتردوا، هتعرفوا تردوا عليهم، وأن القتال على الملك من كان فيه محقا كالخلافة والخليفة علي رضي الله عنه فهو مصيب له أجران، والمخطئ ليس كافرا ولكن له أجر واحد. يقول فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة، وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانع الزكاة، فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا على طاعته. على فكرة علي قاتلهم على طاعة الله وطاعة رسوله الذي أمر بأنه إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما، وبعدم جواز تفريق الكلمة، وليس لأجل طاعته لمجردها. يقول فإن الزكاة فرض عليهم، فقاتلهم علي، فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها بخلاف من قاتل ليطاع هو، ليطاع هو إذ أمر الله ورسوله بطاعته. كلام ما ينفعش إطلاقه على إلا بذلك. قول هذا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.